فيما يتعلق بالهمج، أولئك الآسيويين التعساء الذي يعيشون في بلاد سيئة ذات ماء ردئ، الوصول إليها صعب بسبب تكاثر الشجر وطرقها سيئة بسبب الجبال، قوم لا يقيمون في مكان واحد، بل إن أقدامهم في تجوال دائم، وهم يقاتلون منذ عصر حورس ولا يقهرون أحداً، ولكنهم أيضاً لا يقهرون، وهم لا يعلنون أبداً عن يوم القتال، شأنهم في ذلك شأن رئيس عصابة اللصوص.